شكرا جزيلا للزميل العزيز يونس الفادي ولضيوفك الكرام في الاستوديو. عودة مجددة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يا من تشاهدون وتتابعون تلفزيون سلطنة عمان البرنامج الثاني الديربي الكبير بين الصور والعروبة، انتهى في شوطه الأول بتقدم العروبة بهدف نظيف سجل علي سليم بالخطأ في مرماه، وبالتالي ذهبت الأمور بهذه الصورة في ذلك الشوط. الصور بصراحة كان من الممكن أن يسجل من خلال كرتين خطيرتين للغاية لنفس اللاعب البرازيلي ماركو، انفرادين صريحين تماما، لكن ماركو لم يتعامل مع الكرتين بالشكل المطلوب، وأيضا أحمد القلهاتي تألق وبشكل كبير، لذلك تستمر شباك العرباوية نظيفة في شوط المباراة الأول. العروبة أيضا كان ممكن يعزز هدف الوحيد بهدف ثاني من كرة كانت لمحمد الصوري، سددها بقوة ذهبت وارتطمت بالقائم الأيسر لحارب الحبسي، وبالتالي انتهت الصورة بهدف نظيف لمصلحة العروبة في شوط المباراة الأول. لا شك أن الأمور في هذا الشوط راح تشهد حماسا كبيرا، على اعتبار أن الصور راح يرمي بكل ثقلة للعودة مرة أخرى لأجواء المباراة، والعرباوية بطبيعة الحال سوف يعملون للحفاظ على هذا الهدف وتعزيزه إن أمكن. بالنسبة للنتائج الأخرى، السويق أنهى شوط المباراة الأول متقدما على المصنعة بهدفين نظيفين، وطرد حارس المصنعة وضاعت أيضا ركلة الجزاء للسويق في ذلك الشوط. بالنسبة لمباراة نهضة وفنجة تستمر الأمور بتقدم نادي فنجة بهدفين نظيفين، يعني لو استمر تقدم فنجة الفريق الأصفر راح يعزز موقعه في صدارة الترتيب ويصل للنقطة رقم 26 في انتظار مواجهة الشباب مع نادي عمان يوم غد بحول الله. طبعا لاعبي نادي الصور نزلوا لأرضية الميدان يعني قبل فترة من لاعبي العروبة، لا شك أنه في حماس كبير للتعويض للعودة مرة أخرى لأجواء المباراة بتسجيل هدف التعادل أولا، وبعد ذلك التفكير في خطف نقاط ثلاث، خاصة وأن المباراة تعتبر بأنها مقامة على أرضية نادي صور. هنا أحمد الكاف، شوط المباراة الثاني يبدو أنه راح يكون في تغيير لنادي صور، وشاهد بأن سعيد الرزيقي راح ينزل، نعم شلهوب راح يشوف بديلا لمن. تغيير إذن أول في المباراة، يخرج سعود خميس وبديله هو سعيد الرزيقي في تغيير أول لمصلحة نادي صور. مهاجم بمهاجم، لكن لا شك أن خبرة سعيد الرزيقي كبيرة ولا شك أنه متعود على هكذا أجواء. سعود خميس لسه 18 سنة تقريبا لهذا اللاعب، وبحول الله ينتظره مستقبل كبير. هنا أحمد الكاف، تأتي صافرة الآن، وبالتالي تغيير وحيد في صفوف صور، تصبح تشكيلة صور حارب الحبسي في حراسة المرمى، وعلي سليم، فهد صالح، حسام فايل، عبد الحافظ، ثويلي، محسن صالح، جاك الفرنسي، خالد مبارك، يونس مبارك، ماركو البرازيلي، وسعيد الرزيقي. العروبة بدون أي تغيير، أحمد القلهاتي في حراسة المرمى، حمد الداودي، حميد الدوخي، محمد صالح، راشد مشايخي، مالا اسبيت، إمرسون، حبيب الدحماني، جمعة درويش، عبد الله صالح، ومحمد الصوري. ذكر بطاقم التحكيم في هذا المساء، حكم الساحة هو أحمد الكاف، مساعد الأول سيف الغافري، مساعد الثاني راشد الغيثي، حكم رابع عبد الله الهلالي، وهناك موجود لمصلحة العروبة في محاولة لبناء هجمة منظمة. في الجهة اليمين حبيب الدحماني يبحث عن مرور وتقدم، على طول منقولة في مكان سليم، جمعة درويش لعبد الله صالح، مستمر النقلات لمصلحة العروبة. حبيب الدحماني حاول يمر ولكن ابعاد في توقيت مناسب من قبل عبد الحافظ، تلعب الان كرة طويلة وللامام سعيدة وحصلها خطير، لكن القلهاتي موجود يبعد الكرة الماضية. راشد مشايخي على طول لعبها طويلة ولكن توصل سهلة مع فهد صالح، يعيدها للوراء مع حارب الحبسي، الضغط ولكن تمريرة في توقيت مناسب، توصل علي سليم، تدخل من حمد الداودي وإبعاد الكرة الماضية. وهنا التغيير الذي أشرنا له قبل لحظات بدخول سعيد الرزيقي وخروج سعود خميس. حمد الداودي يبعد
لكن الكرة لا زالت في أرضية الميدان. محمد صالح يحاول يمر مرة وتقدم بشكل جيد، على طول لعبها طويلة وللأمام، دفع في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ لمصلحة جمعة درويش. خطأ لجمعة درويش، نتيجة 1-0 حدثت ما بين الفريقين في السنوات الثمان الماضية في مناسبتين راح نذكرهم. لكن بعد الكرة هذه عبدالله صالح يحاول يمر، حكم المباراة المساعد الأول سيف الغافري يشير على وجود خطأ لمصلحة العروبة. راح نشوف خطأ لصالح عبدالله صالح، وبطاقة صفراء ثانية في اللقاء تذهب هذه المرة لعبدالله عبد الحافظ الثويني، بعد أن كانت الأولى لعلي سليم. الأولى للظهير الأيمن علي سليم، وهذه الثانية للظهير الأيسر عبد الحافظ ثوين. خطأ في مكان جيد. تستمر إذن الجماهير في المؤازرة والتشجيع. جماهير العروبة تتمنى أن تستمر الأمور بهذه الصورة، وعشاق صور يتمنوا بأن يعودوا مرة أخرى للمباراة. هذا هو عبد الحافظ وبطاقة صفراء يتحصل عليها. خطأ لا موجود. راشد مشايخي يلعب كرة عالية وللأمام، ولكن تبعد، لا زالت موجودة لمصلحة العروبة. حبيب الدحماني الكرة لا زالت معاه بالطول، حكم المباراة يشير على وجود رمي تماس للعروبة مع راشد المشايخي. تلعب بشكل سريع لعبد الله صالح، عالية وللأمام من راشد، توصل سهلة مع حارب الحبسي. نتيجة 1-0 بالثمان سنوات الماضية صارت في 2004 في بطولة الدوري، وكانت لصالح العروبة بهدف نظيف، وصارت أيضا في 2006 في بطولة الدوري لكن كانت لمصلحة صور في ذلك العام. حتى الآن هذه المباراة تسير بتقدم العروبة بهدف نظيف، لكن لا زال هنالك وقت طويل للبدء في النتيجة النهائية لهذه المباراة. كرة موجودة، راشد المشايخ في الجهة اليمين يعيدها لحميد الدوخي، على طول لمسة واحدة طويلة وللأمام، لكن فهد صالح بالرأس موجود على طول يخلص. تلعب توصل محسن صالح، ملعوبة سليمة من ماركو الرزيق يحاول يحصلها، الكرة معاه، ولكن حكم المباراة أحمد الكاف يشير على وجود خطأ على سعيد الرزيقي، اللي بصراحة عامل إزعاج كبير لمدافعي العروبة في أول 5 دقائق تقريبا من عمر شوط المباراة الثاني. شايفين هنا إعادة للكرة الماضية، والخطأ اللي احتسبه أحمد الكاف ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة العرباوية. وقال هات يا أحمد، يرسل كرة طويلة وللأمام، توصل فيها طرف اليمين، لكن إبعاد من علي سليم. جاك على طول بالرأس، اندفاع بدني كبير، يحصل الكرة الماضية. ماركو يحاول يمر لكن خطأ لمصلحته بعد تدخل حمد الداودي. هذا هو ماركو اللي ضيع هدفين صريحين للصور، 5 أهداف حتى الآن لديه في بطولة الدوري، ويبحث عن الهدف السادس. لا شك أن أيضا في باله هو ما نسى الكرتين اللي أضاعوا في الشوط الأول، وراح يعمل على تسجيل هدف في الوقت القادم. هنا خطأ لمصلحة علي سليم، صور بادي بقوة في شوط المباراة الثاني ويعمل في تسجيل هدف التعادل مبكرا. هنا محمد حمد كتكوت الغائب عن العروبة في هذا المساء، وينضم للقائمة اللي تغيب عن العروبة اللي تقريبا مكونة من 7 لاعبين. غيابات صور وصلت ل4 لاعبين، لكن غاب من غاب وحضر من حضر. لا شك ان هذا الديربي الكبير دائما وابدا يكون في الموعد، واللاعب الحاضر قادر على تقديم الاضافه. خطا الان موجود، خالد مبارك على تنفيذ بالقدم اليسرى لهذا اللاعب. هل يعود العميد مره اخرى للديربي؟ هل ياتوا بهدف التعديل؟ راح نشوف. احمد القلهاتي وجه الحائط البشري، وخالد مبارك على تنفيذ يسدد. يا الله، كان ممكن، لكن العارضة تخلص، هدف محقق للفريق الأزرق. والله لعبها حلوة خالد مبارك بيسرى راحة سليمة، لكن العارضة كانت لها كلمة وأبعدت هدف التعديل. يا سلام على كرة ملعوبة حلوة. راح نشوف الإعادة،
راح نشوف الإعادة والكرة اللي ضاعت. شوف خالد مبارك لعبها بشكل ممتاز ولكن العارضة كانت لها كلمة. يا وهنا الحسرة واضحة على وجه المدرب المجري جورج. كرة بتلعب توصل لصور من جديد، مستمرين في الضغط الكبير وفي المحاولة في محاولة تسجيل هدف مبكر، هدف التعديل بطبيعة الحال، وبعد ذلك التفكير في هدف ثاني والنقاط ثلاث من خلال هذه المباراة. ركنية الآن على اليسار أحمد القلهاتي لمصلحة صور. راح نشوف ماركو يعطي الأوكي، هل يأتي بالأخبار السارة عالية وللأمام تمر. حكم المباراة على ماذا يشير، خطأ أم أن الكرة تجاوزت الخط؟ راح نشوف شايفين الكرة الملعوبة تجاوزت الخط. نعم تجاوزت الخط وبالتالي ركلة مرمى موجودة لمصلحة العروبة مع أحمد القلهات. هذا هو الصوري، الكرة الآن تلعب طويلة وللأمام بالراس من محمد، توصل في الجهة اليمين جمعة درويش على طول يحاول يعدي من فهد لكن فهد واقف صح. برافو فهد، خلص اللعب الماضي بشكل جميل. خالد مبارك يحاول يمر لكن على طول دفع وخطأ موجود لمصلحة نادي الصور. برافو بصراحة الفريقين حتى الآن يقدموا مباراة جميلة بالرغم من الغيابات العديدة، والجماهير أيضا هي الأخرى ترسم لوحة مميزة في هذه المباراة. في الجهة اليمين الكرة هذه منقولة توصل علي سليم لمصلحة نادي الصور. فهد صالح الآن ناقلها طويلة وللأمام لكن حمد بمور عبد الحافظ يتحصل على خطأ، خطأ لمصلحة صور على يمين محمد أو أحمد القلهاتي، وبطاقة صفراء هي الأولى للعروبة تظهر في وجه من حبيب الدحمان. بطاقة صفراء مستحقة بعد تدخل كان متهور من حبيب في الكرة الماضية. واضح سعود السويد ومحمد حمد كتبون لاعبي العروبة الغائبين في هذا المساء، يغيبوا للإصابة طبعا. وهنا جماهير صور اللي تنتظر خبر سار في هذه اللحظات. راح نشوف كرة خالد مبارك راحت في العارضة والآن كرة يونس مبارك، وين تروح وين تروح؟ نلعب في الدقيقة رقم 10 من عمر شوط المباراة الثاني. يونس مبارك على تنفيذ هذه الكرة لمصلحة صور. راح نشوف أحمد القلهاتي وجه الحائط البشري، يونس راح يسددها مباشرة ولا يلعبها عرضية في منطقة الجزاء؟ هل من هدف؟ هل من تعديل؟ أم أن العرباوية وحارسهم لهم كلمة في هذه الكرة؟ موجودة الآن يونس يلعبها عرضية تمر ولكن تذهب ركنية لمصلحة صور على يمين أحمد القلهاتي. مستمر الفريق الأزرق في ضغط الكبير أملا في التعديل مبكرا. راح نشوف ماركو البرازيلي ركنية على يمين أحمد القلهاتي، يلعب كرة عالية ولكن تبعد، توصل مع أحمد القلهاتي من جديد. شايفين إعادة للكرة، الركلة الركنية الماضية كانت حائرة قليلا ولكن في النهاية وصلت سهلة في يد حارس المرمى أحمد القلهاتي. هنا مرور ماركو البرازيلي يغير اتجاه اللعب، توصل في الجهة اليمين صور ناوي يسجل بدري، يلعب كرة عرضية بتمر ولكن ما كانت مثالية، وصلت سهلة مع أحمد القلهاتي. الجميل بصراحة أن الكل اليوم موجود، نشاهد الصغار نشاهد الكبار موجودين، والصغير يبدأ معاه حب النادي من الآن، عندما يكبر لا شك أن الارتباط يكون كبيرا وكبيرا جدا أي كانت ظروف النادي ووضعيته، لكن الارتباط والانتماء يكون حاضر وبقوة. وكانت واضحة اللقطات الماضية على كبار في السن يتواجدون لمؤازرة العروبة وصور في هذا المساء الكبير. محمد يحاول يمر، حكم المباراة أحمد الكاف لا يشير على وجود شيء،
الجماهير العربوية كانت تطالب بركلة جزاء. هنا كرة موجودة، هجمة مرتدة سريعة، حكم المباراة المساعد الثاني راشد الغيثي يبدو أنه يشير على وجود خطأ لمصلحة العروبة، خطأ للعرباوية، واللي ارتكبه يبدو أنه يونس مبارك. هنا إعادة للكرة الماضية وركلة الجزاء اللي طالب بها محمد الصوري ولاعبي نادي العروبة. لكن أحمد الكاف كان قريب من الكرة الماضية وبالتالي اتخذ القرار الذي رآه مناسبا. هذا هو محمد المستمر مع العروبة حتى نهاية هذا الموسم. اليوم طبعا الجمعة 16 من مارس لعام 2012، والفريقين في يوم الجمعة في بطولة الدوري في هذا الموسم سبق لهم وأن لعبوا مجموعة من المباريات. يعني الصور لعب في يوم الجمعة في بطولة الدوري في 6 مباريات سابقة، وهنا ماذا يشير حكم المباراة؟ يبدو أنها بطاقة صفراء سوف تذهب لمن؟ يبدو أنها لمحمد صالح. نعم، بطاقة صفراء لمحمد صالح لاعب نادي العروبة. الآن أحمد القلهاتي راح ينفذ الخطأ على اعتبار أنه تأخر في تنفيذ الكرة، وبالتالي بطاقة صفراء تذهب لمحمد صالح. القلهاتي الآن يرسل كرة طويلة وللأمام، ملعوبة تتخلص من مدافعي سور، تصل مع جاك لكن يمرسل خلصها، بتعود عرباوية في الجهة الشمال، ممكن تأتي العرضية عالية للقائم البعيد، ولكن حارب الحبسي على طول موجود يحصلها. سور لعب 6 مباريات في يوم الجمعة في جولات سابقة، تعادل في 3 مباريات، فاز في مباراة وخسر مباراتين. تعادل مع العروبة 1-1، مع أهل ساب 2-2، ومع ظفار 1-1. فاز على من؟ على السويق بهدف نظيف في جولة من الجولات الماضية في يوم الجمعة، وخسر مرتين من الطليعة ومن صلالة في الجولتين الماضيتين. بالنسبة للعروبة لعب 3 مباريات في يوم الجمعة في الجولات السابقة، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين ولم يخسر إطلاقا. هنا حبيب الدحماني يطالب بالتغيير، سلام إن شاء الله لحبيب. اللعب يستمر، جاك الكرة معاه لكن يبعدها، لأن تصبح الآن الكرة مع جمعة درويش اللي راح يعيدها، تصبح رمي تماس لنادي صور. السلام إن شاء الله لحبيب، لكن كما أشار بأنه ما راح يقدر يكمل، يطالب بالتغيير. يبدو أن الإصابة قوية وبالتالي ما راح يقدر يكمل. العرباوية ما خسروا في يوم الجمعة في بطولة الدوري في هذا الموسم، لكن محبين صور وعشاقه يتمنوا بأن يلحقوا الخسارة الأولى في الفريق العرباوي في يوم الجمعة في هذا الموسم، راح تكون المرة الأولى. بينما عشاق ومحبين نادي العروبة يتمنوا بأن يستمر السجل نظيفا بدون أي هزيمة متى ما لعب نادي العروبة في يوم الجمعة في بطولة الدوري. يعني هي في النهاية مجرد أرقام طبيعية، يعني ما لها أي علاقة بنتيجة مباراة، لكن البعض ممكن يتفاعل يعني موجودة هذه النظرات. وهنا إعادة الكرة الماضية، الهدف اللي سجله علي سليم بالخطأ في شباكة، ولا زال حتى الآن هذا الهدف صامدا لمصلحة العرباوية. شايفين إعادة كانت للكرة الماضية، العرضية المثالية من حمد الداودي، وعلي سليم أسكنها في شباكة بالخطأ بطبيعة الحال. إذن حبيب ما راح يقدر يكمل، راح نشوف التغيير العرباوي القادم، والأول طبعا في المباراة بالنسبة لهم. التغيير كان حاضر ليصور قبل لحظات أو مع انطلاقة شوط المباراة الثاني بخروج سعود خميس ودخول سعيد الرزيق. إذن إبراهيم سبيت راح يحل بديلا لحبيب الدحماني. رمية التماس الآن تنفذ بشكل سريع، نلعب في الدقيقة 17 من عمر شوط المباراة الثاني، تستمر النتيجة كما هي. الآن التبديل يجرى بدخول إبراهيم سبيت بديلا لحبيب الدحماني الذي أصيب قبل لحظات، وهنا خطأ موجود لمصلحة نادي الصور، وخالد مبارك بالقدم اليسرى على تنفيذه.
هل من جديد راح نشوف عالية وللأمام تمر إبعاد في توقيت مناسب تصبح رمي تباس لصور تنفذ بشكل سريع عبد الحافظ ثويني ناقلها على طول مع يونس لمصلحة صور في الجهة الشمال عالية وللأمام تمر خطرة في مكان سليم عصام مرتين ولكن إبعاد في توقيت مناسب تعود الآن عبد الله صالح لمصلحة العروبة ناقلها في الطرف اليمين لكن وين وصلت سهلة مع حارب الحبسي فهد الآن ناقلها في المنتصف خالد مبارك يغير اتجاه اللعب توصل فيها الطرف اليمين مع ماركو البرازيلي لمصلحة صور طويلة وللأمام لكن إبعاد في توقيتها جيد ومناسب من محمد صالح لمصلحة صور جاك إلى فهد صالح ناقلها للأمام يونس مبارك ممكن بالجهة الشمال الآن خالد يلعب كرة عرضية أرضية ولكن في توقيت مناسب حميد الدوخي موجود يخلصها تصبح ركنية جميلة اللقطة الماضية والتدخل من حميد والإبعاد الكرة الماضية أوه على كرة ضاعت من سعيد الرزيقي كرة خطرة بتضيع وتعدي على الصور شايفين الإعادة يونس مبارك لعبها في مكان سليم سعيد الرزيقي بدون رقابة لصيقة وجد نفسه في أريحية لكن ما أرسل الكرة في المكان المناسب مرت بجوار القائم الأيسر للعروبة بقليل وبالتالي اتعدي بسلام على شباك العروبة تلعب للأمام جاك ناقلها في الجهة اليمين محسن صالح مستمرة لمصلحة صور مع ماركو البرازيلي يغير اتجاه لعب توصل في الطرف الشمال مع فهد ناقلها لي عبد الحافظ في مكان سليم هذه لسعيد لكن بالخطأ استلامها ما كان بالصورة المثالية وبالتالي الكرة بتعود مع العروبة حميد لأحمد القلهاتي لمسة واحدة طويلة وللأمام بتعود لمحسن صالح الآن للصور في الجهة اليمين ماركو البرازيلي صور أخطر حتى الآن صور أقرب ماركو مار وتقدم عرضية أرضية بتمر لازالت مستمرة أوهو فرصة خطرة أخرى بتضيع على العميد شوف معاه شوف 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 مرور ممتاز من ماركو البرازيلي بالخطأ كانت الكرة الماضية من محمد صالح يبدو لكن أحمد القلهاتي في توقيت مناسب يبعد الكرة الماضية مرور رائع من ماركو البرازيلي وبعد ذلك الإبعاد من أحمد القلهاتي شايفين الإعادة العرضية المثالية وبعد ذلك تصطدم عدة سلامات عدي سلامات وتصبح الكرة الآن ركلة مرمى لمصلحة العرباوية ركلة مرمى للعرباوية تلعب كرة طويلة وللأمام تصل في المنتصف للعروبة منقولة لي راشد المشايخ لكن إبعاد يونس من جديد حتى الآن يعني نشاهد بين العروبة في الشوط المباراة الثانية يفتقد للحلول الهجومية الوصول قل والفرص أيضا قلت ونلاحظ بأن هنالك نشاط كبير للفريق الأزرق في شوط المباراة الثاني خاصة بدخول سعيد الرزيقي اللي عمل إزعاج كبير لمدافعي العروبة حتى الآن سلامة لحميد الدوخي اللي كان في تدخل مع يونس مبارك راح يشوف الإعادة جماهير العروبة كانت تطالب بخطأ لحميد ولاعبي العروبة يطالبوا ببطاقة صفراء ليونس شوف الإعادة في احتكاك لكن بصراحة يعني من خلال اللقطة يبين بأنه بسيط على العموم القرار النهائي في النهاية هو لحكم المباراة هنا من زاوية ثانية نشوف اللقطة لا احتكاك بسيط اللقطة هذه أوضح وفعلا الاحتكاك ما كان يرتقي لأن يسقط حميد الدوخي بهذه الصورة على العموم الكرة الآن موجودة رمي تماس مع عبد الحافظ ثويني نقلها للأمام ولكن إبعاد توصل من جديد جاك الكرة معاه لمصلحة صور يغير اتجاه اللاعب توصل في الجهة اليمين لكن عبد الله كان ممكن يحصلها بتعود من جديد علي سليم في الجهة اليمين إبعاد في توقيت مناسب من عبد الله صالح
تصبح رمي تماس لصور تلعب بشكل سريع محسن ناقلها للأمام تعود العوبة مع محمد الصوري لجمعة درويش لإبراهيم سبيت اللي يحمل إشارة القيادة الآن بعد الدخول على اعتبار أن أكثر اللاعبين العربوية خبرة إبراهيم الله الأكثر خبرة والأجمل بقدم اليسرى يسجل هدف عرباوي ثاني الله 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 بالرغم من كل الغيابات بالرغم من كل الضغوطات العرباوي كبير العرباوي جميل العرباوي رائع العرباوي مثير هدف ثاني لمصلحة العروبة في الدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الثاني يا سلام على اللاعب اللي يدخل بدل لاعب مصاب لكن يدخل بفارق يدخل ويصنع الفارق على طول واحدة بشماله راحت على يسار حارب الحبسي ما لها حل 2-0 العروبة على صور في الديربي الكبير نعم غابوا طويلا في شوط المباراة الثاني لكنهم ظهروا مؤثرين ظهروا بهدف ظهروا بهدف ثاني وبالتالي الأمور صارت أجمل بكثير لمصلحة العرباوي في هذه اللحظات نشكر كانوا مسعيدين سعود السويد محمد حمد كتكوت غايبين لكن الفريق يقدم أداء جيد والأهم من كل ذلك بأن النتيجة هي مثالية للعرباوية توصل الآن جاك يحاول يعدي لكن إبعاد نشاط كبير الآن للاعبي العروبة جمعة درويش يبحث عن مرور يبحث عن مساندة على طول في الجهة الشمال ناقلها توصل مع إبراهيم سبيل سامعين الجماهير العرباوية السعيدة للغاية في هذا التقدم وتغيير هنا آخر قادم لمصلحة نادي صور راح نشوف من اللي راح يدخل وهنا الجماهير العربوية السعيدة للغاية بهذه النتيجة المسجلة حتى الآن إذن إبراهيم الهلالي بديلا للاعب الوسط الارتكاز محسن صالح خلص المجري جورج لاحظ بأن النتيجة 2-0 ونلعب تقريبا في آخر 20 دقيقة تقريبا بالتالي لابد من المغامرة الهجومية سعيد الهلالي حاول مور ولكن إبعاد الكرة الماضية ماركو سعيد الرزيقي وابراهيم الغلالي تقريبا ثلاث مهاجمين الان راح يكونوا موجودين في خط هجوم نادي الصور جورج ما هو راضي طبعا معصب على القرار الماضي وهنا الجماهير العرباوية السعيدة للغاية بهذا التقدم هذا هو إبراهيم سبيت كابتن الفريق واللي دخل تقريبا خمس دقائق وأقل من ذلك سجل على طول هدف ثاني راشد مشايخ الآن لمصلحة العروبة بالكعب ملعوبة ولكن حكم المباراة أحمد الكافي يشير على وجود خطأ لمصلحة العروبة شايفين إعادة للكرة الماضية والتدخل اللي كان حاضر من عبد الحافظ الثويني على جمعة درويش خطأ آخر يبدو أنه لصالح العروبة وهنا الجماهير العرباوية السعيدة للغاية في هذا التقدم راح نشوف تلعب بشكل سريع إمارس البرازيلي كرة معاه مروة تقدم كرة بالجهة اليمين لمصلحة العروبة يحاول الاستمرار في تقدمها عبد الحافظ يبعدها تصبح رمي تماس للعروبة رمي تماس عرباوية راشد مشايخي ناقلها بشكل سريع توصل في مكان سليم ابراهيم لو سدد خطيرة لكن على طول تدخل في توقيت مناسب من عصام فاي كرة الان علي سليم مروة تقدم لا زالت الكرة معه استمر لكن بالغ لو عن ما في الاحتفاظ بالكرة وبالتالي تنقطع منه وتعود عرباوية توصل في طرف الشمال مع اللاعب مانع سبيت الشقيق ابراهيم سبيت تعود للوراء مع احمد القلهاتي على طول بشماله واحدة طويلة وللأمام بالطول على جمعة درويش وتصبح رمي تماس لمصلحة نادي صور تستمر توجيهات المدرب المصري مختار مختار وهنا إعادة للهدف الجميل اللي سجله إبراهيم سبيت طبعا بأريحية كبيرة
شايفين معاي الفرحة الكبيرة أيضا لحمد المخيلي اللي راح يجري لأن يحتفل مع اللاعبين. هنا كرة موجودة، ماركو يسدد، عالية 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 عالية، تعدي تصبح ركلة مرمى لمصلحة العروض. الأجهزة الفنية والإدارية لا شك أن عليها ضغط كبير من المجري جورج، إدارة تطالب تدفع أموال، تجلب لاعبين، تقوم بأعمال بإعداد كبير، لا شك أنها تنتظر نتائج في النهاية. وطبيعي أيضا أن الجهاز الفني عليه ضغوطات جماهير وإدارة في نفس التوقيت، خاصة إذا ما توفرت له عوامل النجاح. بالتالي الكل يعني يفرح بشكل كبير متى ما أتت النتيجة المرجوة. هنا حمد الداودي ساقط، ومختار مختار يبدو أنه راح يجري تغيير قادم، تغيير قادم راح يكون لمصلحة العروبة. عبد الله صالح فيروز ممكن يكون حاضر، وهنا يعادل الكرة الماضية كرة ماركو، لعبها بشماله لكن عالية، ما أتت بالأخبار المنتظرة بالنسبة لعشاق صور، أصبحت ركلة مرمى. خالد مبارك يلعب كرة عالية وللأمام بالرأس، ملعوبة تمر من الكل، عدت الخط وبالتالي تصبح ركلة مرمى. ركلة مرمى إذا موجودة الآن، وتستمر الجماهير العرباوية في الاحتفال. إعادة الكرة الماضية اللي تجاوزت الخط وأصبحت ركلة مرمى. على العموم نفذت بشكل سريع، تعود للصور لكن تتخلص. نقترب شيئا فشيئا من آخر ربع ساعة من عمر المباراة. العروبة حتى الآن يسير في الطريق الصحيح لخطف النقاط الثلاث، وبالتالي يستمر في مزاحمته لنادي فنجة ونادي الشباب على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب. كرة موجودة عصام فايل، ما فيها شيء، افتكاك ممتاز من عبد الله صالح الكرة الماضية، مرور مستمر، عودة للوراء، التسديدة لو كانت موجودة كان ممكن تأتي بالجديد، لكن عودة للوراء، تصل في الجهة اليمين، إيمرسون الكرة معه لمصلحة العروبة، على طول جمعة درويش لإيمرسون، يا سلام، اللمحات البرازيلية تظهر ولكن خالد مبارك موجود يخلصها بشكل جيد، بتعود يونس مبارك الآن، خطأ لمصلحته، خطأ لمصلحة يونس. كرة موجودة الآن مع إبراهيم الغيلاني. صور والعروبة لا شك أنها أندية لها مكانتها في كرتنا، ومتى ما كانت هذه الأندية في وضعيتها الطبيعية طبيعي جدا أنها راح تشكل إضافة كبيرة لمسابقاتنا المحلية. نتكلم عن تاريخ، عن إنجازات بالنسبة للعميد نادي صور، بطولتين دوري بالنسبة للفريق الأزرق في 94 95 95 96، غياب طويل لا شك عن بطولة الدوري، والأمنيات بالنسبة لعشاق العميد بالعودة المبكرة لمنصات التتويج. الأمور طبيعية أنها ليست بسهلة في هذا الموسم، لكن في المواسم القادمة، وهنا الرجل الكبير في السن السعيد جدا بتقدم العرباوية حتى الآن. باص طبعا هذه الصورة أيضا لكأس جلال السلطان المعظم في ثلاث مناسبات، آخرها كان في 2007-2008 وهو النادي الذي تأسس عام 1969. كرة موجودة الآن مع جاك، ناقلها في الجهة اليمين، توصل لماركو، واحد على واحد ممكن يمر، لكن على طول الكرة الماضية بطول منه، صحح خطأ، يعيدها من جديد، مستمرة الكرة معاه، تجاوزت الخط أم ماذا راح نشوف؟ قرار المنتخب من قبل الحكم المساعد الثاني راشد الغيثي هنا لإعادة الكرة الماضية. مثل ما قلت أنا في فترة من الفترات بأن المدرجات تشهد مباراة من نوع خاص، احتفالية كبيرة لا شك بالنسبة لجماهير نادي العروبة موجودة الآن، وجماهير نادي الصورة أيضا تستمر في المؤازرة على أمل أن يعود الفريق مرة أخرى للمباراة. يعني كرة القدم عودتنا بأنه ما من مستحيل ما دام أن الصافرة النهائية لم تأتي بعد لحكم المباراة. تكلم أيضا عن نادي العروبة، لا شك أنه واحد من الأندية الكبيرة جدا في السلطنة،
نادي اللي تأسس في عام 1970، فاز ببطولة الدوري في ثلاث مناسبات 2000-2001 2001-2002 و2007-2008، وأيضا فاز بكأس جلالة السلطان المعظم في ثلاث مناسبات 93-2001-2011، بطولة السوبر أيضا 99-2000-2002-2003-2001-2009 وبطولة هذا الموسم. كرة موجودة الآن، تسديدة من راشد المشايخي تصطدم وتصل من جديد مع جمعة درويش اللي بصراحة يقدم جهد كبير جدا في هذه المباراة. ملعوبة في مكان سليم، الصوري متسلل وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الفريق الأزرق نادي الصور. هنا يعاد الكرة الماضية، لو نعيدها ببطء شوي ممكن تبين أكثر. شايفين صعبة بصراحة، نترك المختصين. تغيير قادم الآن، إذا عبد الله صالح فيروز راح يكون بديلا لحمد الداودي اللي يبدو أنه أصيب. هذا هو حمد اللي لعب الكرة العرضية وبالخطأ سكنها علي سليم في شباك صور، وبالتالي تقدم العروبة من خلالها بالهدف الأول. لا شك أن غياب حسن مظفر شكل يعني فراغ كبير بالنسبة للعرباوية في الجهة الشمال. أيضا نتكلم عن رحيل عبد السلام عامر للرائد السعودي، حسن للاتفاق، والمهاجم الأميز راح نكمل عالية للأمام تمر، لكن سهلة في يد حارس المرمى حارب الحمسي. أيضا لوريسو البرازيلي الذي انتقل وذهب للشعب الإماراتي، لا شك أنها عناصر ثلاثة مؤثرة للغاية انتقلت وذهبت عن الفريق العرباوي، إضافة لغيابات سبعة في هذا المساء، لكن العروبة يظهر متميزا وحتى الآن هو متقدم على صور بهدفين نظيفين. صراحة كذا لما نقول العروبة بمن حضر، المقولة هذه تصح في مباراة كهذه لأن العروبة ينجح في ذلك. سعيد يا الله لعبها بشكل غريب، راحت بعيدة أصبحت ركلة مرمى لمصلحة العروبة. شايفين انفراد آخر صريح، هذه المرة لسعيد الرزيقي ما استغلها وبالتالي عدت بسلام على شباك العروبة. لكن نكون أيضا منطقيين وواقعيين، العروبة ممكن أن ينجح في المباريات المحلية في ظل هذه الغيابات، لكن هذا النادي في مشاركة خارجية، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بطولة كبيرة محتاجة لإعداد كبير ومحتاجة لجاهزية كبيرة، والغيابات العديدة هذه راح نكمل. تغيير الآن قادم لمصلحة صور،